دكتور محمد، سؤالك الثاني. حضرتك انا يعني انا الحمد لله والشكر لله بدات اواظب على اني انا قيام الليل وصلاه الفجر حاضر، وبدأني اقرا قران لغايه الشروق ولغايه الصبح. فباجي حضرتك في صلاه العشاء دايما كده باجي بعد المغرب ما اقدرش بقى اقاوم والعشاء بتفوتني. لو انا قدمت العشاء قبل الصلاه ده حرام وغلط؟ قبل الأذان تقصدي؟ يعني انا ما باجي بقى يعني باجي اصلي المغرب وبعديها بساعه كده قبل ما العشاء تبدا ببدا احاول بنام غصب عني طيب، واضح او السؤال، بسها غصب عني، خلاص واضح السؤال يا فبضطر أختي محمد. يا اما اصليها قبل القيام بالليل طيب مثلا، طيب فده غلط واضح، واضح السؤال يعني ان شاء حرام. الله. اسمع الاجابه باذن الله. دكتور حضرتك السؤال واضح ليك؟ نعم نعم اتفضل يا دكتور. الكريمة، الفرائض مقدمة على النوافل، إذا كان قيامك لليل أو قيامك قبل الفجر يؤدي إلى إضاعة العشاء فلا تقومي قبل الفجر، أو قومي قبله بوقت يسير، أو خذي راحة في منتصف اليوم فاستعيني بالقيلولة على قيام الليل كما قال صلى الله عليه وسلم، أو نامي في أول الليل شيئا ثم قومي في منتصف الليل فصلي العشاء لوقتها ثم صلي ما شئت من قيام الليل، لكن لا تصلي العشاء قبل وقتها على وجه الدوام. نعم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين في الأعذار والحالات الطارئة كالسفر والمرض والمطر وما يجري مجرى هذه الأعذار المعتبرة، لكن ذلك لا يتحول إلى أمر معتاد للمسلم أن يجمع بين الصلاتين أو أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو أن يقدم عن وقتها لغير ما عذر معتبر. إنما توزيع اليوم وترتيب الصلوات وهذه أمور يستطيع الإنسان تدبيرها بحيث يؤدي الصلاة في وقتها الذي أمر الله به، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي لازما في وقته، فلا تؤخر ولا تقدم عن وقتها إلا لعذر معتبر، وهذه ليس من الأعذار ده وضع مستدام. يبقى على حضرتك أنك تعيدي ضبط مواقيت الصلاة ومواقيت الراحة ومواقيت اليوم ونظام اليوم عندك بحيث تحافظين على الصلاة لوقتها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة لوقتها، من أحب الأعمال إلى الله أن تؤدى الفريضة في وقتها. نعم.